احنا ما عندناش الا الغاز، عندنا الكهرباء. اليوم فيه فايد نتاع كهرباء. اون فا ليكسبورتي. انا بروبوزي، احنا اقترحنا عليهم، اقترحنا على باب دول صديقه اننا ندير كابل يربطنا باوروبا في اقرب نقطه مع ايطاليا، هي 270 كيلومتر، ماهيش بعيد، 270 كيلومتر يعني اقل من المسافه تاع العاصمه مع وهران. كابسو ماران لي من بعد الانتاج يكون في عنابه ولا يكون محطات كبيره تاع توليد الكهرباء، وبالاخص انا اليوم احنا رانا نصدر، رانا نصنع التوربين غاز. كل الامكانيات متوفره باش حتى اللي ما عندوش امكانيات، ما عندوش غازوديك يديروا الغاز، نعطيه الكهرباء مباشره.